تكون الأساس باللعبة الإعلانية هو الإعلام، يعني اللي هو الأم الأساسية. أساس اليوم الوسيلة الإعلامية هي المهمة، بتحدد إطار بتقوله إذا نسميها اللعبة تبعيتك كلها سوا. شو يعني اليوم الوسيلة الإعلامية هي الخلاقة اللي بتخلق المحتوى، وهالمحتوى لازم يكون عم بيقدر يحكي أو عم بيتوجه لأكبر شريحة ممكنة من الشعب أو بالمنطقة الموجود فيها. اليوم نحن منطقتنا 60% من الشعب دون 30 سنة، تحت 30 سنة، يعني لازم الوسائل الإعلامية تنتج محتوى تحكي مع الأشخاص اللي تحت 30 سنة وفوق 30، بس 60% تحت 30. يا هل ترى؟ أول سؤال نسأله لحالنا، أنا كوسيلة إعلامية عم بحكي أو عم بتوجه لهالأشخاص تحت 30 سنة؟ إذا إيه قديش؟ شو المحتوى تبعهم؟ ليش؟ لأنه هؤلاء الأشخاص هني بسمون أشخاص on the move، يعني هؤلاء متحركين، ما إنهم قاعدين يمسكوا الموبايل وبالموبايل فون تابعونهم وبيستعمل، يعني كل شيء على الموبايل فون. هؤلاء الأشخاص بس يشوفوا حيلا أو يكون عندهم حيلا مادة إعلامية content، أول 5 ثواني 6 ثواني أو 7 ثواني بدك تلقطيهم قبل ما يروحوا على مقالة تانية أو لخبر تاني. إذا لقطيهم معك 2 دقيقة تخبريهم الخبر كله، هيدا بالمعدل حسب الإحصاءات حسب الدراسات. أنت عندك وقت محدد توصلين له هالرسالة، ولا بيتركوك بيهجروا بيروح على غير مقالة أو على غير خبر أو على غير وسيلة. هيدي أول شغلة. لما الوسيلة الإعلامية بالمنطقة العربية عنا تتفوق بهالموضوع هذا اللي هو المحتوى، إنتاج هذا المحتوى كيف ينتجو، أكيد بدك تستعمل التكنولوجيا المتاحة كلها من AR VR Artificial AI، يعني هاو كلهم بتستعمليهم تيكونوا بدك تتبني هالتكنولوجيا تستعمليها لخدمة الوسيلة الإعلامية وإنتاج المحتوى. بدك المحتوى يكون distributed، توزيعه على أكبر عدد منصات موجودة أو ستوجد، أوكي. وبدك تعمل الداتا، يعني ما هالشي يطلع على عند الإحصاءات تتقدري تعرفي حالك شو عم تعملي كمنتج محتوى. بس يكون بتكامل كله سوا هيدا بيكون أنت أوتوماتيكيا صار عندك وسيلة ناجحة. لما في وسيلة ناجحة الإعلان بيجي، هيدي هي الإعلان بترجم نجاح الوسيلة. ساعتها هو بيصير مثل البترول اللي بتحطيه بقلب السيارة، بس بدك سيارة ناجحة تتمشي. الخلاق العربي أو المبدع العربي بالمنطقة العربية خلاق ومبدع وبيعرف يعمل وبيعرف منطقته أحسن من كل العالم، مش مزبوط، ولكن عطيه مجال عمله تشالنج بصير يبدع أكتر. لما بيخطئ بتقوله أنت أخطأت هون، من الداتا بنعرف إذا أخطأ أو لا، ما بيكون يعني العمل ما كان ناجح، عرفتي علي؟ هي ما في شغلة وحدة تعمل وسيلة ناجحة، هي حلقة مفرغة أو حلقة مش مفرغة حلقة متكاملة كلها سوا. بس يعني محتوى ديستريبيوشن الداتا هذا كله سوا يعمل لك وسيلة ناجحة. وسيلة ناجحة الإعلان بيصير أوتوماتيكياً.